وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من العاصمة إسلام أباد السيد عمار البناي عضو مجلس النواب. مرحبا بك، وبداية حدثنا عن اللقاء الذي جرى اليوم بين الوفد النيابي برئاسة السيدة فوزية بنت عبد الله زينل ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية في العاصمة إسلام أباد. بداية ننقل لكم تحياتنا من جمهورية باكستان الشقيقة، وبداية في لقائنا صباح هذا اليوم بفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس الجمهورية الباكستانية الإسلامية في لقاء اليوم بمعالي رئيسة مجلس النواب السيدة فوزية بن عبد الله زينل والوفد المرافق، أشاد بعمق العلاقات الباكستانية البحرينية الوثيقة واللي أعرض من خلالها البالغ الاعتزاز بما حققته مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهد البلاد البدء حفظه الله ورعاه، اللي حققت من إنجازات رائدة في ظل المسيرة التنموية الشاملة. كما أكد فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بأن باكستان ومملكة البحرين يعملان معا من أجل تحقيق التقدم وتحقيق الازدهار في مجمل المجالات وعبر التعاون المثمر والاهتمام المتميز من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما أكد على دور الكبير اللي تلعبه المجالس التشريعية البرلمانات في دعم تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين، خاصة لو نتطرق إلى المجالات الاستثمارية المشتركة وما يتحقق من تطلعات الشعوب في المزيد من المكتسبات والمنجزات. وأيضا في سياق الزيارة الرسمية لجمهورية باكستان، أعرب فخامة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الشقيقة بعمق العلاقات البحرينية الباكستانية، وأكد حرص جمهورية باكستان على الارتقاء بسبل التعاون المشترك في المجال الاقتصادي والاستثماري اللي يعود بالنفع والخير على البلدين الشعبين الصديقين عبر الرؤى المشتركة والأهداف الرفيعة. في سياق حديثنا وفد المرافق عن أوجه التعاون والاقتصاد بشكل أوسع في الفترة القادمة، وقد نقلت معالي رئيسة مجلس النواب عن تقدير مملكة البحرين للمواقف الداعمة للجمهورية الإسلامية والحرص على التعاون المشترك في كافة المجالات والمسارات ومواجهة خطر الإرهاب وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، واللي أكدت أيضا معاليها بتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية المشتركة في جميع المحافل الدولية للتنسيق في مواقف التي تدعم لقضايا الأمة العربية والإسلامية والإنسانية بشكل أكبر. نعم، من العاصمة إسلام أباد السيد عمار البناي عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.